نشرح لكم، ففي المحمديه عندنا كثير من القناطر وكل شيء شحال المشاكل ديالهم، الوحيده اللي بقات هي هذه هي ام 6. والمشكل اللي كاين هنا ماشي في التنقيه ولا في الازمه اللي كتكون اللي كنقيوها، مشكل هي المياه اللي كتجي من الراشيديه من عين تكي كتجي كلها هنا وكتغرق القنطره، فالريزو هنا ما بقاش كافي قوة التوسعه ديالو. التوسعه ديال هاد القنطره عنده علاقه بالحسنيه واحده، وباش نبدلوه خاصنا واحد الميزانيه ديال واحد 200 مليون درهم. 200 مليون درهم فالدراسات واجده قبل وجود ديال التموين اللي كتقلب على يدك في هذه اللحظه. فالعمل اللي كنقوم فيه دابا هنا كنحاولوا نقيو الازمه اللي كتجي من الفوق. ودابا جنا واحد البومبا باش نحاول نخفوا من المياه اللي كتحبس هذه القنطره. فاحنا هذه تقريبا واحد 3 شهور وحنا كل سيمانه كنجيو هذه النقطه، كنديروا الكيوغاج ديالها بور ايفيتي هذه المشاكل. واليوم جنا ماشي غير بهذا الكيوغاج، جنا حتى دي موتو بومب و ان تي بو سولاجي هذا البوان باش يطلع الماء نقيه وندعوا واحد الشبكه بعيده شويه باش ما تبقاش شاده بزاف هذه القنطره.